أكدت وزارة المياه والري أن التهديد الذي يواجه مصادر المياه في الأردن هو حقيقي وبحاجة إلى وضع سياسات واستراتيجيات وخطط واضحة ومبنية على دراسات لواقع المياه الجوفية في الأردن. ودعت الوزارة خلال حفل إطلاق دراسة تقييم مصادر المياه الجوفية في الأردن الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي إلى حماية مصادر المياه من التلوث والاعتداء. وكشفت الدراسة جفاف ربع الينابيع في الأردن تقريبا، كما أظهرت انخفاض سطح المياه الجوفية من 50 إلى 100 متر في العقدين الماضيين، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 8 أمتار في السنة. لا يوجد الآن في فاصل طبيعي بين مياه الأردن ومياه فلسطين، لا يوجد أي تسريب من المنطقة الأردنية إلى الجهة الأخرى إلا المياه الشلو أو السطحية اللي من خلال الأمطار من خلال الفيضانات، أما طبقات مشتركة لا يوجد أبدا. الآن الأرض عادت إلى أهلها، وإحنا بننتظر الآن لشهر 5 حتى أنهم ينهوا من جميع الأمور الحصاد، وبعدها الأردن هي راح تكون صاحبة السيادة على أبارها وعلى أرضها، وسيتم الاتفاق الحكومي حول عملية الاستفادة من هذه الآبار.